انعقد الملتقى التشاور الثاني للمجلس الوطني الاتحادي قبل بداية الدور، وكان بمشاركة الأخوة أعضاء المجلس وكذلك موظفي الأمانة العامة. طبعا نحن يهمنا دائما في ظل الخطة الاستراتيجية اللي تم وضعها للمجلس وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، أن نقوم دائما بمتابعتها. فاليوم تم النظر في أهم المبادرات والخطط التشغيلية لها ومؤشرات الأداء لها، وأيضا بعد نظرنا في كيف ممكن أن يكون المجلس يساهم بدور تكاملي مع حكومتنا الرشيدة في ظل توجيهات قيادتنا أيضا الحكيمة لوضع تصور ومبادرات تختص بالخطط التنموية للدولة، ونكون مشاركين بفعالية في إن شاء الله الورش التي ستعقد في غضون هذا الشهر إن شاء الله بخصوص الخطط التنموية للدولة. وكذلك أيضا تناولنا اليوم أثناء الملتقى التشاوري تطوير آليات عمل المجلس، سواء كانت الأجهزة الرقابية أو التشريعية، وأيضا بعد تطوير الأعمال الخاصة بأعمالنا وجلساتنا واللجان. اليوم كان هذا اللقاء الحمد لله لقاء مثمر، حيث انصبت فيه الكثير من الآراء والمقترحات والمبادرات المتميزة من الأخوة أعضاء المجلس، ومشاركة بفاعلية وحماس كبير إن شاء الله لأداء دورهم البرلماني على أكمل وجه، اللي نحقق له من خلال أهداف الاستراتيجية للمجلس اللي تحقق رؤية الدولة إن شاء الله وتساهم في تحقيق الأجندة الوطنية في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة حفظهم الله. يحرص المجلس الوطني برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي بأن يكون هناك في لقاءات دورية بين أعضاء المجلس وموظفين المجلس لمناقشة كل ما هو مطروح أمام المجلس في جلساته أو لجانه أو الفعاليات البرلمانية داخل الدولة وخارجها. ونلتقي اليوم باللقاء الثاني لطرح أو الاستعداد للدورة الانعقاد الثالث للفصل التشريعي 16 في قضايا مهمة، أولها هي ما هي نظرة المستقبلية للمجلس من خلال مراجعة الخطة الاستراتيجية، وكان المحور الآخر هناك في لقاء حكومي سوف يعقد في هذا الشهر لمناقشة محاور التنمية في الدولة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله، لقاء حكومي اتحادي محلي قطاع خاص وجميع القطاعات الأخرى لمناقشة 12 محور أساسي، منهم اللي هي تبناها المجلس ثلاثة منها: القوى الناعمة، استشراف المستقبل، وكذلك التنسيق ما بين المؤسسات الاتحادية في عملها. هذا كله اليوم خرجنا منه بنتائج جيدة سوف تحمله معالي الرئيسة لهذا اللقاء المرتقب، وتناقشنا بعد بالإضافة إلى ذلك إلى كيف أن نجهز نفسنا من خلال الخطة الرقابية وخطة الجلسات القادمة مع الأعضاء. هذه المواضيع سوف تناقش وتجهز للنقاش في الجلسات.